بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الأولين والآخرين، حمد من في السماوات ومن في الأرض أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وما علينا إلا البلاغ. طيب، قد فرغنا من باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. بعده باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدح هو إناء يشرب فيه. نعم. والقدح بالتحريك ما يشرب فيه، وهو إناء لا صغير ولا كبير، وجمعه أقداح كسبب وأسباب. قدح أقداح. كان اللولا أن يكون القدح من زجاج. اللولا أن يكون القدح من زجاج. لماذا؟ يظهر فيه صفاء الشراب. لو كان فيه في الشراب قدورة أو شيء يرى. ثم وكان له صلى الله عليه وسلم قدح يسمى الريان، وآخر يسمى مغيثا، وقدح ملبب بسلسلة من فضة في ثلاثة مواضع. ثلاثة. ثم وآخر من زجاج. نعم. وآخر من عيدان. العيدانة والنخلة. وهو الذي كان يولع تحت سريره. يعني قدح أصلا إناء يشرب به، ثم يستعمل لحوائج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع تحت سريره قدحا. هذا القدح يعني العياء الذي كان من عيدان. لماذا؟ ممكن هو يحتاج إلى البول في الليل، فإذا يستعمله ويبول فيه وهكذا ليبول فيه بالليل. نعم. فإذا هكذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من قدح واحد، وأحدها كان من زجاج، هو أولى. نعم. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به في الدنيا والآخرة، قال أخبرنا الحسين بن الأسود البغدادي رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن محمد رضي الله عنه قال حدثنا عيسى بن طهمان رضي الله عنه عن ثابت رضي الله عنه قال
أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قداح خشب غليلا ملببا بحديد، فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن عاصم رضي الله عنه قال حدثنا حماد بن سلمة رضي الله عنه قال حدثنا حميد رضي الله عنه وثابت رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. نعم، هكذا يعني حديثان فقط في هذا الباب، كلاهما أن أنس رضي الله عنه يروي عنه ثابت رضي الله عنه. نعم، فإذا هذا القدح كان يحفظه أنس بن مالك رضي الله عنه تبركا به. نعم، هكذا كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحافظون على آثاره صلى الله عليه وسلم تبركا بها كما سبق في أحاديث. نعم، وهذا أيضا. ثم بعد الصحابة التابعون وتبع التابعون ومن بعدهم من المسلمين كانوا يحافظون على من ظفروا به من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذا الزمان أيضا يحافظ على شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحافظ على يعني قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني. نعم، من ظفر بها من العلماء وأهل الصلاح والسادات يحافظون عليها تبركا بها وتعليما لها. نعم، قدح خشب أي قدح من خشب، قدح خشب يعني قدح من خشب. ثم ملبب، ما معناه ملبب؟ خشب، قدح خشب غليلا ملببا بحديد، ملبب يعني مشعبا بحديد، مشعب بحديد أي مشدودا بلباب من حديد. واللبة والحديدة حديدة عريلة يجمع بها الخشب وتمنعه من الانفصال والتفرق، فإذا كأنه ربط على القدح بما بفضة عريلة، لما كأنه يعني حزام. نعم، ربط حزام عليه، هكذا سبق بيان إبراهيم الباجوري رحمه الله أنه كان ملبب بسلسلة من فضة في ثلاثة مواضع، هكذا. ثم من لبب هذا؟ أنس بن مالك رضي الله عنه قال لثابت يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول يدل على أن القدح بحالته التي هو عليها، يعني هذا التبليد التلبيب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتبادر من ذلك أن التلبيب كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. ثم واشتري هذا القدح في من ميراث النضر بن أنس رضي الله عنه بثمانمائة ألف درهم. ما شاء الله، قدح واحد، ماذا خصوصيته؟ هو قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب الشراب في هذا القدح، هذا هو فضل، ليس له فضل آخر، هو يعني مصنوع من خشب. هذا اشتري بكم دينار؟ بثمانمائة ألف، ليس ثمانمائة بل ثمانمائة ألف درهم اشتري. ثم يحكى عن الإمام البخاري رضي الله عنه عن البخاري أنه رآه بالبصرة، فهذا القدح
رآه الإمام البخاري رضي الله عنه بالبصرة وشرب منه ما شاء الله وتبرك به هكذا في شرح المناوي. نعم. ثم يروى عن الإمام البخاري رضي الله عنه أنه ظفر بقدح من أقداح رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب منه، لكن بأي قدح ظفر هذا فيه يعني شيء من الاختلاف. هكذا ذكر المناوي والذي في شرح القاري أن الذي اشتري من ميراث النضر وشرب منه البخاري كان ملببا بفضة، ويمكن الجم بأنه كان ملببا بكل من الفضة والحديد. نعم. ثم في الحديث الثاني ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ وقال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، أي سقاه الماء في هذا القدح، وسقاه النبيذ، وسقاه العسل، وسقاه اللبن. العسل يعني يشرب مع الماء، يخلط مع الماء ويشرب. ما هو النبيذ؟ النبيذ أي المنبوذ فيه، وهو ماء حلو يجعل فيه تمرات ليحلوها، يلقى تمرات في الماء ليحلو الماء لأن يصير الماء حلوا. وكان ينبذ له صلى الله عليه وسلم أول الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ، يعني يلقى هذه التمرات في هذا القدح ويشرب منه إذا أصبح، يعني بعد مضي هذه الليلة في الصباح الآتي لهذه الليلة أصبح، يكون يعني حلوا في هذه المدة. نعم. إذا أصبح يومه ذلك. وليلته التي تجيء في الليلة الثانية، إذن أولا في أول الليل ثم يشرب في الصباح يعني في النهار الآتي، ثم في الليلة التي يأتي أيضا، والغد إلى العصر بعده، يعني فإذا يشرب ليلة واحدة ثم نهاران، يشرب في نهارين. نعم. لكن إلى العصر، النهار ثاني إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم. من هو خادم؟ هذا أنس بن مالك. فإن سقاه الخادم إن لم يخف منه إسكارا، وإلا أمر بصبه. لو خاف أن يسكر، يعني بمضي هذه المدة طويلة، لو خاف الإسكار يأمر بصبه، وإلا يشرب ويشبر الباقي خادمه أنس رضي الله عنه وغيره. نعم. ثم قال إبراهيم الباجوري وهو له نفع عظيم في زيادة القوة، فائدة النبيذ له نفع عظيم في زيادة القوة. نعم. فإذا فيه اتباع، لو نوى الاتباع ففيه فضل عظيم، ثواب عظيم أيضا، فيكون فيه ثواب عظيم أيضا. ثم بالنسبة إلى هذا القدح، قال ابن سيرين رضي الله عنه إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. كان في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة من حديد، فأراد أنس أن يغير حلقة الحديد ويجعل بدله حلقة الفضة أو الذهب. فقال أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة من؟ أبو طلحة يعني زوج أم أنس، زوج أم أنس، ماذا قال له؟ لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن التلبيب وصنع الحديد كلها من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه يعني لم يغير. ثم واشتري هذا القدح من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف. نعم. هذا اتفاق. وعن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه. نعم.
إذن هؤلاء الصالحون، هذا مثلا الإمام البخاري وأمثاله من العلماء والسادات الصالحين كانوا يتبركون بما يظفرون من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم وهذا كان من خشب، صنع القدح من الخشب، ذكر فيه ابن حجر رحمه الله، وينبغي تحري الأكل في ذلك اتباعا له صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع من قدح من خشب، فإذن تحري هذا الاتباع، تحري الأكل في ذلك اتباعا له صلى الله عليه وسلم، هذا كان ينبغي. ثم بين حكمة اختياره هذا الخشب، إنما آثر الأكل فيه ذلك لكمال تواضعه وعدم تكلفه. ثم كان ينبذ له أول النهار ويشربه أول النهار إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغداء إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم خادما أو أمر به فصبا. هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله كما نقله ابن حجر في أشرف الوسائل. نعم. ثم وهذا النبيذ له نفع عليم في القوة، ولم يكن شربه بعد الأكل خوفا من تغيره إلى الإسكار. نعم. بعد الأكل بعد العصر. نعم. ولم يكن يشرب بعد العصر، لماذا؟ خوفا من تغيره إلى الإسكار. نعم. بعده باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكهة، ما هو الفاكهة؟ هي ما يتفكه ويتنعم بأكله. ما يكل يعني أنواع ثلاثة، لأجل الغداء، لأن يتغدى به، لأن يقتات به يوكل، فهذا يقال له قوت. ثم في مقابلته فاكهة، ما يتنعم به، ما يتنعم به وما يتفكه به، لا يوكل لهدوء العطش، لهدوء الجوع، لسكون الجوع لا يوكل، عند الجوع لا يوكل هذا عادة، بل لهداء الجوع ماذا يوكل؟ هو القوت، ما يقتات وما يتغدى به، هكذا لأجل التغدي. وهذا لأجل التفكه والتنعم، هذا عادة يوكل بدون جوع. نعم. ثم ما يعالج به لأجل العلاج، وهذا دواء، هكذا ثلاثة أقسام. نعم. فإذن فاكهة ذكر في هذا الباب الرطب والقثاء والبطيخ. نعم. هذه ذكرها خصوصا، ثم ذكر يعني الثمار مطلقا. نعم. وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري رضي الله عنه قال حدثنا إبراهيم بن سعد رضي الله عنه النبيه أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري رضي الله عنه قال حدثنا معاوية بن هشام رضي الله عنه عن سفيان رضي الله عنه عن هشام بن عروة رضي الله عنه عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وبه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب رضي الله عنه قال حدثنا وهب بن جرير رضي الله عنه قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا رضي الله عنه يقول أو قال حدثني حميد قال وهب رضي الله عنه. إذن حميد يقول قال وهب، أو حدثني حميد، حميد قال قال وهب، وكان صديقا له، وهب كان صديقا لحميد. نعم. هو قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، يعني قال أنس،
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد اللذيذ الرملي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت رضي الله عنه عن محمد بن إسحاق رضي الله عنه عن يزيد بن رومان رضي الله عنه عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. فهذه الأحاديث الخمسة بمعنى واحد، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب وغيره من قثاء وبطيخ، هكذا كان يجمع بينهما. القثاء هو الخيار، نعم. بطيخ شيء آخر. في هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مراعيا في أكله صفات الأطعمة وتبائعها واستعمالها على قاعدة الطب، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطب وغيره. الرطب يعني هو حار، فإذا يجمع إليه إما قثاء يعني خيار أو بطيخ هكذا ما يكون باردا يجمع إليه، هكذا كان. هذا الذي قال كان مراعيا في أكله صفات الأطعمة، أحدهما جاء حار والآخر يعني بارد هكذا، وطبائعها ثم استعمالها كيف يستعمل على قاعدة الطبي. فإن كان في أحد الطعامين ما يحتاج للتعديل عدله بضده وإن أمكن كما ذكره. وهذا أصل كبير في المركبات من الأغذية واللوذوية، وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة في غير إسراف، وهو غير ضار حينئذ، يعني لم يستطع هذا التعديل، هو يأكل قليل فقط. وفي الحديث حمل أكلهما معا من غير كراهة، وحمل الجم بين إدامين وأكثر، ثم وأن ذلك لا ينافي الكمال والزهد، سيما إذا كان لمصلحة دينية، وكراهة بعض السلف له ينبغي حمله على ما فيه إسراف، يعني الجم بين هكذا، هذا كره بعض السلف، هذا متى؟ لو كان فيه إسراف أو تكبر أو خيلاء أو تكلف أو مباهاة يعني مفاخرة، إلا لا يكره الجم. قيل ليس المراد بجمعهما ملغهما معا، لأن ذلك غير موافق لذائقه كما هو ظاهر، إنما المراد جمعهما في المعدة لأنه اندفع بهما أو لرد ما اشتهر أنه يضر جمع الحلو مع الخربز وليس في محله. هذا القيل ليس في محله، لماذا؟ لأنه صرف للأحاديث عن ظواهرها لمجرد الخرز والتخمين. ثم ابن حجر رحمه الله قال اعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ولا يحتمي عنها، ولا يحتمي عنها لا يتركها، بل يأكل فاكهة بلده عند مجيئها. عند مجيئها يعني هذا فاكهة له، نعم، يكون لكل فاكهة موسم يعني يؤكل في موسمها. هذه الفاكهة تكون أنفع جدا، وهذا من أعلم أسباب الصحة، يعني أكل فاكهة البلد عند مجيئها أمران، أكل فاكهة البلد عند مجيئها أمران، هذا من أعلم أسباب الصحة. فإن الله سبحانه وتعالى بباهر حكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة ما يندفع به أهلها، نعم. الله تعالى لم يجعل جميع الفواكه في جميع البلاد، بل خصص بعض البلاد ببعض الفواكه، لماذا؟ هذا لأجل هذه الحكمة. الله تعالى جعل في كل بلدة من الفاكهة ما يندفع به أهلها في وقته، يندفع به أهلها في وقته، في وقت الفاكهة، لحفظ صحتهم واستغنائهم به عن كثير من الأدوية،
لو أكل لو أكلت أو لو أكل أهل بلدة من فاكهة بلدها حين تجيء هذا يغنيهم من كثير من الأدوية. لماذا؟ هذا الأكل يحافظ على صحتهم فلا يمرضون فلا يحتاجون إلى كثير من الأدوية. إذا من أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي كان له دواء أي دواء. ومن اهتم منها يعني احترز عنها لا يأكل مطلقا كان ذلك سببا لبعده عن الصحة والقوة. نعم. البطيخ يعني أنواع، أي بطيخ يراد؟ البطيخ هو الأصفر المعبر عنه في الرواية التي بالخربز. خربز. نعم. ما. كيف كان يأكل؟ هنا في هذه الأحاديث ذكر يجمع بينهما كيف كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خبر الطبراني بسند ضعيف رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطبا وهو يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة هكذا يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة هكذا يعني فإذا يأكل رطبا ثم يأكل قثاء هكذا. وفي خبر لأبي نعيم بسند ضعيف أيضا كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة أحب الفاكهة إليه. نعم. فإذن هل يلزم منه أنه صلى الله عليه وسلم أكل بيساره يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ؟ لا يلزم منه. هذا كان هذا الأكل على التبادل. كان هذا الأكل على التبادل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ما يأكل في يمينه هكذا يبدل اليد ثم يأكل هكذا ذكر شعري هنا. نعم. ذكر علي القالي رحمه الله وهو محمول على تبديل ما في يديه لئلا يلزم الأكل بالشمال. نعم. فإذا يمينه قثاء وفي شماله رطب ثم هذا يأكل ثم بعد ذلك ينقل ما في يمين شماله إلى اليمين ما في يمينه إلى الشمال ثم يأكل هكذا فقط. نعم. فإذا ما أكل بيساره أصلا ثم كذلك قال وقد روى الحافظ العراقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالملح. يأكل القثاء كيف؟ بالملح يعني يضم إليه شيء من الملح. الناس يفعلون في هذا الزمان أيضا لكنهم لا يعلمون أن هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لو علموه ثم فعلوا على نية اتباعه يكونون موجودين. نعم. ثم هذا الرطب والقثاء فيه فائدة عظيمة كما ذكر شراح. ثم أخرج أبو داود وابن ماجه رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة أرادت أمه يعني كان هناك مدة في هذه المدة يعني قبل الدخول قبل الزفاف كان مدة في هذه المدة أرادت أم عائشة رضي الله عنها أن تسمنها أن تجعلها سمينة. هذا السمن يعني من خصال الجمال لو لم يفرط. نعم. هي كانت نحيفة. نعم. عائشة كانت نحيفة جدا فإذا أرادت أن تسمنها هكذا كل أم تحب حتى في زماننا. نعم. فإذا هي ماذا فعلت؟ عائشة تقول ولم أقبل عليها بشيء مما تريد. لم أقبل عليها بشيء مما تريد يعني هي أطعمتني كثيرا من الأطعمة والأدوية لكن لم يقبلها جسدي لم يؤثر
لم تؤثر هذه الأشياء في جسدي، ما سمنت. ثم حتى أطعمتني القساء بالرطب. أخيرا أمها أسماء رضي الله عنها أطعمت عائشة أي شيء؟ القساء بالرطب جمع بينهما، فسمنت عليه أحسن السمن. على هذا الأكل هي سمنت. نعم، فإن هذا مجرب إن شاء الله. ثم فهو أصل حفظ الصحة وأصل العلاج، هكذا ذكر إبراهيم الباجوري رحمه الله. نعم. ثم بعده حديث، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد رضي الله عنه مالك بن أنس رضي الله عنه حا، وحدثنا إسحاق بن موسى رضي الله عنه قال حدثنا معن رضي الله عنه قال حدثنا مالك رضي الله عنه عن سهيل بن أبي صالح رضي الله عنه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة زادها الله شرفا وإني أدعوك للمدينة زادها الله شرفا بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. إذن فيه هذا الدعاء، لماذا جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا رأوا أول ثمر يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أول الثمر يقطفونه ويعطون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. لماذا؟ إيثارا له صلى الله عليه وسلم على أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا يجب على المؤمنين إيثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم امتثالا لقوله تعالى كانوا يفعلون هذا. لأنه أولى الناس بما سبق إليهم من الرزق، ويؤخذ منه أنه يندب الاتيان بالباكورة لأكبر القوم علما وعملا في زمنه، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته هذه سنة باقية. فإذا يندب الاتيان بالباكورة، الباكورة يعني أول الثمر، يؤتى لمن؟ لأكبر القوم علما وعملا. نعم، للعلماء والصلحاء تقدم الباكورة إليهم. نعم. ثم هذا الدعاء، اللهم بارك لنا في ثمارنا وفي مدينتنا وفي مدنا وساعنا، وهكذا الدعاء، وهذا الدعاء أيضا مندوب. نعم. قال ابن حجر رحمه الله جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إيثارا له على أنفسهم حبا له وتعليما لجنابه الرفيع، هكذا زاد، حبا له وتعليما لجنابه الرفيع، ونظرا إلى أنه أولى الناس بما سبق إليهم من الأرزاق، وطلبا لمزيد استدرار بركته. لو أعطي هذا رسول لو أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباكورة هدية فيه استدرار بركته، استجلاب بركته فيما تجدد عليهم من النعم. ثم قال وينبغي أن خلفاءه مثله في ذلك. فإذا فيه استدرار ازدياد البركة. إني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. ماذا كان دعاء إبراهيم؟ اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، هكذا دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. فإذا بنفس هذا الدعاء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة،
وما دعا به إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام على سائر الأنبياء المرسلين ذلك قوله ربنا ثم وقد أجاب الله دعوته ذلك ولنبينا صلى الله عليه وسلم دعوته المحمدية فصار يجيء إليها في زمان الخلفاء الراشدين من مشارق الأرض ومغاربها الثمرات نعم وزيادة رفعته عليها استجابة لقوله ومثله معه هكذا أسأل بمثل ما دعاك به دعاك لمكة ومثله معه ومثله معه لأجل ذلك هناك زيادة الرفعة رفعة المدينة في هذا الأمر على مكة لأجل هذا إذن ماذا أراد بقوله مثله معه وهي شيئان أحدهما في ابتداء أن المراد هو كنوز كسرى وقيصر وغيرهما وإنفاقهما في سبيل الله على أهلهما هكذا كان يعني مثله معه ما هو أولا كنوز كسرى وقيصر كلها عند الفتح جاء إلى المدينة ثم هذا هو الأول الثاني وآخر الأمر هو أن الإيمان يرز إليها من أقطار الأرض وتتابع البلدان كما تيرز الحية إلى وكرها هذا إيمان يرجع إلى المدينة هذا فضل آخر نعم ثم حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف إبراهيم قال إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ثم حينما وصف نفسه قال إني عبدك ونبيك فقط ولم يزد يعني خليلك أو حبيبك وهكذا لماذا ولم يقل وخليلك وإن كان خليلا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا أيضا كما نص عليه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع بل وأرفع من الخليل نعم هو أفضل من إبراهيم لأنه خص بمقام المحبة الذي هو أرفع من مقام الخلة مقام الخلة مقام المحبة ما هو أرفع مقام المحبة فإذا هو خص به لذلك لم ينس على وصف الخليل لأنه في مقام التواضع إذ هو اللائق بمقام الدعاء لذلك لم يصرح وأيضا فرعى الأدب مع أبيه صلى الله عليه وسلم على أنه أشار إلى تميزه بقوله ومثله معه فإذا هو تأدب مع أبيه فإذا وصف الأب بوصف زائد على وصفه ووصفه بأنه خليل الله نعم ثم ومثله معه هذا القول تمييز تنبيه في تنبيه بقوله فيه تنبيه بقوله فيما كأنها حرام بحرمة الله من تحريم خلق السماوات والأرض على أن إبراهيم عليه السلام لم يوجد ويبتدي تحريم مكة وإنما إظهاره فقط بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الذي أوجد حرمة المدينة إذ لم يكن لها قبل دعائه بحلوله بها ذلك الاحترام الذي ترتب على وجوده ودعائه لها بذلك نعم إذن هذا مدينة صار حرما بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده هناك ما كان قبله هذا حرما أما حرم مكة ليس كذلك يعني حرمه الله تعالى أما إبراهيم عليه السلام أظهره فقط نعم ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو وليد ثم يعطيه لماذا يدعو لماذا لم يأكل أصغر وليد يراه أي أصغر مولود يراه من أهل بيته إن صادفه وإلا فمن غيرهم يعطي غيرهم فيعطيه ذلك الثمر ذلك الوليد لماذا يعطي الوليد الذي هو الباكورة لكثرة رغبة الولدان وشدة تطلعهم لها هذا أول ثمر في السنة فإذا الأولاد الصغار هم يشتاقون إليه كثيرا فإذا يعطي هكذا مناسبة وإنما لم يكن صلى الله عليه وسلم منه إشارة إلى أن النفوس
لماذا لم يأكل؟ إشارة إلى أن النفوس الزكية والأخلاق المرضية لا تتشوق إلى ذلك إلا بعد عموم وجوده في أول ظهور الثمر، لا يكون يعني عموم بل يكون نادرا في ذلك الوقت الأولاد يشتاقون. أما صاحب الأخلاق المرضية والنفوس الزكية لا يشتاقون إلى ذلك إلا بعد عموم وجوده بحيث يقدر كل أحد على تحصيله. نعم، في ذلك الوقت يأكل كما سبق. نعم. كذلك ثم ينبغي لكل آخذ باكورة أن يدعو بهذا الدعاء المبارك إلى ربها. هكذا ما معنى البركة؟ تكون بمعنى النماء والزيادة، وتكون بمعنى الثبات واللزوم. وكذا ويحتمل أن تكون البركة المذكورة في الحديث دينية. ما هي البركة الدينية؟ هي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات، فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم ببقاء الشريعة وثباتها. فيحتمل أن تكون ديني دنيوية من تكسير الكيل والقدر بها حتى يكفي منه في المدينة ما لا يكفي منه في غيرها. نعم، إذن لو كان في المدينة يكفي قليل، لو كان في غير المدينة يحتاج إلى كثير. هكذا بركة يعني الشراح ذكروا كثيرا في هذه المسألة. ثم فإذا يدعو بهذا الدعاء، اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في سعينا وفي مدنا. إلى هذا دعاء نعم ينبغي لكل آخذ باكورة أن يدعو به. أما بعده يعني ما بعده كان دعاء خاصا لمدينة. اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في سعينا وفي مدنا. هكذا أربع كلمات. نعم. ثم حديث وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي رضي الله عنه قال حدثنا إبراهيم بن المختار رضي الله عنه محمد بن إسحاق رضي الله عنه أن أبي عبيدة بن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت بعثني معاذ بن عفراء رضي الله عنه بقناع من رطب وعليه وجير من قثاء رغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. وبه قال حدثنا علي بن حجر رضي الله عنه قال حدثنا شريك رضي الله عنه أن عبد الله بن محمد بن عقيل رضي الله عنه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجير رغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. نعم، مرحبا بالقائل. فإذا هكذا ربيع هي بنت معوذ بن عفراء، هذا معوذ بن عفراء أخوه معاذ بن عفراء، كلاهما قتل أبا جهل في البدر. نعم، تم قتله على يد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو الذي حز رقبته. نعم، هذا ربيع بنت معاذ بن عفراء عمها. نعم، فإذا عمها أرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب، قناع بكسر القاف الطبق الذي يوكل عليه. نعم، عليه أجير كأدل، جم الدلو أدل،
عدلو هكذا أصله كذلك جرب أجروب هذا مفرده جرب أجروب لكن حذف الواو وعُبِّل بالتنوين و أجرين نعم ما هذا الأجروب الصغير من كل شيء حتى الحنظل والبطيخ فإذا كان عليه أجر من قصاء فإذا هو أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا وأجروا نعم صغير قصاء هكذا ثم قصاء بين نوعه أيضا هذا رغب رغب جمع أرغب نعم من الرغب رغب أرغب جمعه رغب هو صغار الريش أول ما يطلع شبه به صغار القثاء أول ما يطلع نعم فإذا هذا كان صغيرا ثم هذا أفاد كلمة أجر أنه صغير ثم أفاد كلمة الرغب أنه أول ما طلع فإذا هذا القصة كان أول ما طلع نعم لأجل ذلك كان صغره فإذا هي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتتها له فإذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حلية من ذهب فإذا ما يتزين به من نقد وغيره هذا حلية من أين جاءت قدمت عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين هذا بلد مشهور نعم فإذا هو أخذ ملء ملأ يده منها يعني أخذ ملء يده ثم أعطى لها فيه عليم سخائه وجوده صلى الله عليه وسلم ورعايته المناسبة التامة لماذا فإن المرأة أحق بما يتزين به هي التي تحتاج إلى الحلية هي التي تتزين فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها هكذا نعم هذا بحرين وهو على لفظ التثنية بحر بحرين يقليم بين البصرة وعمان وهو من بلاد نجد نعم هكذا ذكر إبراهيم الباجوري إبراهيم الباجوري أيضاً قال وفيه كمال المناسبة فإن الأنثى يليق بها الحلية نعم المرأة يليق بها الحلية نعم الله ثم بعده جميع الشراح هذا بين فيه دليل على كمال كرمه ومروءته صلى الله عليه وسلم ورعايته المناسبة التامة فإن المرأة أحق ما يتزين به نعم هكذا ولله الحمد وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.